النوادي ليها جمهور والأهلي شعب، كلمات بسيطة لكن فيها إقرار بواقع ملموس كلنا أصلا يعني عناصر فيه وجزء منه وكلنا شاهدين عليه، وهي كمان كلمات واحدة من أغنيات ضيفنا اللي منورنا النهاردة ومنورنا النهاردة، فنان أهلاوي أصيل دايما حاضر بمنتهى القوة وبشكل عملي مع كل انتصار جديد ومع كل إنجاز جديد بيحققه النادي الأهلي ولعيبة النادي الأهلي، وآخرهم كمان طبعا الفوز بالكاس واللي نتج عنه أغنية جديدة من أغنياته. منورنا ومشرفنا النهاردة الفنان الأهلاوي جدا الشاب أدهم عادي. يا منور الدنيا كلها. بنور حضرتك طيب. طبعا بنور حضرتك. مساء الخير عليك طيب. يا أدهم منورنا ومشرفنا طبعا طيبة. في الأهلي في رمضان أغنية حلوة قوي دي الوقت الصعب. دي معمولة من حوالي سنتين كان الأهلي خسر الدوري وكان في شوية كواليس حاصلة كده مع النادي ومع الفرقة وقررنا إن احنا نعمل الموضوع بس ده. بس يعني احنا نادرا لما النادي الأهلي بيعدي بوقت صعب الحمد لله. بس انت اخترت اللقطة او اخترت التوقيت ده بالذات علشان تعمل الأغنية علشان تساند النادي. هو يعني الوقت ده بالذات كان محتاج ان احنا كلنا نبقى جنب الكيان بأي شكل من الأشكال. الكلام كتير والقيلة والقال بشكل يعني بشكل كبير قوي في الشاشات. فالحمد لله الحمد لله الأغنية انت نزلت. انت حبيت بالأغنية دي تكون لسان حال الجمهور. مش كده برضو؟ وهي الأغنية سمعت مع الناس جدا والناس حبيتها جدا وبسطتها. يعني هي الكلام بسيط، كلام أستاذ هاني الراوي ولحن أستاذ محمد الحسيني الزملكاوي وتوزيع عمرو الخضري، ومغني معايا فيها أخويا مروان ممدوح مطرب شاب محترم. احنا قبل ما نعرف بقى عن يعني انت ايه وكأنك شبه متخصص في الغنى للنادي الأهلي، واكيد ده ما ينفيش ان انت برضو ليك الوان غنائيه تانية ممكن تبقى بتحبها مزبوط. او بتمارسها بالفعل. بس قبل ما نتكلم معاك عن كل التفاصيل دي خلينا ناخد يعني فكره كده عن خلفيه ادهم علي، يعني دراستك شغلك نعرف عنك اكتر بعد كده ندخل بقى في اغانيك للنادي الاهلي. هو انا اصلا ما كنتش مطرب يعني انا كنت بحب الغنى لحد 2018 وكنت شغال في ورق يعني في شركه من شركات المحمول، و بالصدفه كده زمايلي قاعدين فقالوا لي في بيجات بتعمل كليبات او بتعمل اغاني للناس اللي صوتها حلو وبتاع، فقلت لهم اوكي يلا ما فيش مشكله اجرب. فراحوا جايين هم بعتوا للبيج ده ورحت غنيت وعملت حاجه كده للاستاذ تامر عاشور اسمها كل يوم نتلاقى، وبعدين نزلت ببص تاني يوم لقيتها عامله 17 مليون مشاهده ما شاء الله. الكلام ده كان في 2017 سوشيال ميديا صح؟ في اول 2018. اغنيه عاطفيه رومانسيه ولا دراما؟ هي اغنيه دراما أوكي. وانا كنت مغنيها بالشكل بتاعي اوكي. ف من ثالث يوم مثلا بقيت امشي في الشارع الناس عارفاني، مش فاهم في ايه يعني اخش مثلا مكان الاقي الناس بتجري عليا تتصور معايا. مش انا بغني من زمان ايام الجامعه وايام الدراسه وايام وايام وايام، بس ما يعني كان طموحي. وبعدين اتجهت للحياه العمليه لما لقيت اني لا مش سكتي. طب حسيت ان انت اتاخرت في الخطوه؟ انت بتقول ان انت عندك الموهبه من زمان ونفسك تغني. لا ما اتاخرتش. بس 2018 اكيد يعني انت شايف انت بدات متاخر شويه، بس شايف ان انت بدات متاخر فعلا ولا ان ده كان الوقت المناسب اللي ممكن تظهر فيه؟ هو عموما اي حاجه بتحصل لنا بتبقى بترتيب ربنا سبحانه وتعالى. طبعا كان لازم اخد التجربه العمليه وكان لازم عشان لما اتحط في اللي انا فيه دلوقتي ابقى يعني عارف ان ربنا كرمني جدا. فانا الحمد لله رب العالمين دلوقتي انا يعني ملقب بمطرب الاهلاويه او المطرب الاهلاوي، لاني مع كل حدث انا موجود. انت عامل اغاني كتير الوقت الصعب مش هي بس الاغنيه، احنا عايزين تعرفنا على الاغاني كلها. ده غير الاغاني بقى بتاعتي انا، وانا منزل البومين ومنزل اغاني سنجلات. اخر حاجه كنت منزل بنقابل ناس دي نزلت قبل رمضان بشهر والحمد لله. قول لنا عن اغاني الاهلي كلها اساميها ومين اخرهم. هي ما شاء الله هي ما شاء الله دي اغنيه من دي اخر حاجه نزلت بعد ماتش الاهلي والزمالك مغني فيها انا والمطرب احمد علي. هي كلمات هاني الراوي برضو الحاني توزيع ميدو مزيكا. دي كانت اخر حاجه معموله والحمد لله يعني عملت حاجه كويسه. خلي بالك من حاجه في النوع ده من الاستضافات اي اسم اغنيه هتذكره لازم هنقول لك طب ما نسمع جزء منها عشان تبقى عامل حسابك من اول. انا ما عنديش مشكله بس الاغاني كتير يعني الاغاني بتاعت الاهلي. تعالى نسمع جزء من هي ما شاء الله مبدئيا باعتبار ان هي اخر اغنياتك للنادي الاهلي. اوكي ماشي هنقول
قول هي ما شاء الله وفرحوا يلا الاهلي تملي فرحتنا معاه بتوقيت الاهلي وفي كل الملاعب جماهيره بتشجع وواقفه وراه قول هي ما شاء الله وفرحوا يلا ده الاهلي تملي فرحتنا معاه بتوقيت الاهلي وفي كل الملاعب جماهيره بتشجع وواقفه وراه كده يعني الموضوع ماشي بالشكل ده. حلو. احنا خدنا الكلمه من كلمه كابتن اكرم طبعا اللي هي في الشهير اكرم توفيق احنا خدناها وعملنا عليها دي كانت اخر حاجه وكان في قبل في الوقت الصعب اسياد افريقيا دي مغني فيها انا والفنانه مريم الحسيني غنينا دي برضو اسمها أوروس يا شنو هي معروفه بالاسمين لأن صح هي كده لان هي بدايتها بتقول يعني جايبه اسماء اللعيبه وكلمات محمود عادل قلازة والحان طب نسمع حته منها برضو لازم مش انا لسه قايل لك من شويه لسه موضوع كبير ما تأمنش القعده دي فعلا زي ما قال لك كريم ماشي اتجنوا وغنوا ومرقص يا شنو يا قفشه يا جامد يا بدر التمام يعني هي كده يعني مش معلينه على فكره الناس اختصرت اسم الاغنيه في امور اسياشن يعني صح كده ده مش اسم الاغنيه لا هي كان احنا منزلينها باسم اسياد افريقيا الاغنيه أوكي. احنا عملناها قبل الماتش بتاع الاهلي وكذا بس هي علقت مع عند الناس بارقص يا شنو احنا نفذنا الاغنيه دي قبل الماتش بساعه ياه قبلها بساعه أوكي. يعني احنا نفذنا الاغنيه ونزلت بعتناها هنا القناه راحت زعتها اتفاجئت ان وانا ماشي بعد الماتش انا اتفرجت على الماتش يعني انا اتفرجت عليه في مصر الجديده نازل من مصر الجديده للنادي الاهلي بتاع الجزيره رايح احتفل لقيت الناس مشغلاها احنا عاملينها من ساعه الله. يعني طبعا. القناه زعتها بعد الماتش مباشره خلي بالك انت عندك يعني ايه ميزه مضافه عن اي حد تاني ممكن يبقى بيغني فكره ان انت بتغني الجمهور طبعا. قوامه بالملايين عشرات الملايين فيعني دي حاجه حلوه جدا بس حاجه تخوف يعني انا كنت حابب اسالك من شويه وانت بتقول ان بعد ما اول اغنيه انت غنيتها نزلت انت اتفاجئت ان في اليوم الثالث هي عامله 17 مليون حاجه تفرح قوي وتخض قوي تعاملت ازاي بقى مع جزء الخضه اللي في الحكايه تعاملت ان انا ما كنتش ناوي اكمل اصلا انا ما كنتش ناوي اكمل في الغنى بس ازاي ده انت اغنيه واحده ده 17 مليون مشاهد يعني انا الموضوع جديد عليا بس المفروض تبقى بوش عشان تكمل طبعًا. فكره انك انت طبعًا. تنجح بالشكل ده والناس تتفرج بالشكل ده اكيد بالنسبه لك ده دافع ان انت او حافز ان انت تكمل اللي حصل كان ليه ايجابياته وسلبياته معايا طبعا انت اتخذت من الدور للنار يعني انا في يوم وليله انا راجل بلبس بدلتي انزل على شغل الصبح ارجع اخر النهار دي حياتي لابس طقمي ماليش دعوه بالجو ده بسمع زي اي حد بس الغنى كان طموحك برضو من زمان جدا اكيد حلم عمره ما مات جواه من زمان جدا بس خلاص انا اتنزلت عنه زي ما الكوره كانت حلم في يوم من الايام فخلاص بقى يعني زي كتير قوي من المصريين يعني فطيب انا ببص على الكومنتات بقى بتاعت الناس لقيت في خناقات في الكومنتات الناس بتتخانق الفانز بتوع استاذ تامر عاشور داخلين بيهاجموني لان انا مغني بطريقتي وفي ناس عجبها الغنى باحساسي انا وداخله بترد على الناس دي فببص لقيت كومنتات غريبه جدا فقعدت مع نفسي كده والناس ابتدت تكلمني طب ما تعمل واحده تاني بعدها على طول ب 10 دقايق حتى الجدل ده مفيد بالنسبه لك ومطمئن ان انت ما يعني اغنيتك ما مرتش مرور الكرام الناس وقفت قدامها وسمعتها كويس واتقسموا في تقييمهم ليها او نظرتهم ليها ما كنتش انا اعرف الكلام ده كله يعني انا مش ايه ده انت اتخضيت بس ايه في ايه يا جماعه طب ولو غنى حاجه الناس بقى كومنتات ده اخره يغني مش عارف فين ده كلام كده فانا من جوايا عندي انا بحب ده يعني انا بحبه طب خلاص نعمل واحده كمان رحت الناس في البيج اللي انا عامل فيه الغنوه كلموني قالوا لي تعالى نعمل واحده ثانيه قلت لهم انا عامل واحده قديمه اسمها بوعدك كنت كلامي ولحني ممكن نعملها كفر كده اوكي تعال رحت عملتها ونزلت كانت هنا بقى كان لازم انا اكمل من هنا لقيت ان ناس من اللي كانوا بيهاجموني داخلين بيصني يعني داخلين اللي هم متابعيني انت عملت ايه لا انت كده كويس احنا اسفين اغنيتك بقى اغنيتك غير المقارنه مع مطرب تاني لما تغني اغنيه لحد تاني دايما بيحصل نوع من المقارنه دي مش مقارنه ومقارنه بالنسبه لي ظلمه لان تامر عاشور في حته يعني انا من الفانز بتوعه يعني فاللي هو ان انت تخاطري وتاخدي حاجه من حاجاته يعني هغنيها ما انا مش عارف ان كل ده هيحصل فاخر اغنيه بقى بنزلها انا بنقابل ناس البيدجات اللي هي اصلا بتاعه الفانز بتاعه تامر عاشور بتشير لي الشغل بتاعي
بتحطني انا دلوقتي في مقارنه معاه. ده ادالك بقى دفع انت تكمل خلاص بعد ما كنت واخد قرار ان انت ما تكملش. يعني غالبا هو خضه اكتر الموضوع ده. لا لا انا لا خلاص بقى سكتي. ابتديت بقى شركات الانتاج تكلمني عايزه تمضي معايا. كان الكلام ده في 2018 عملت البوم اسمه ابسون بالعشرة مع شركه انتاج وربنا كرمني فيه جدا يعني الحمد لله. وفي اغاني فيه سمعت كويس وكليبات بقى وبتذاع يعني كليبات بتذاع على قنوات مزيكا وفري انت موجود. بس ادهم انت لسه مكمل في شغلك؟ لسه مكمل في الوظيفه ولا خلاص؟ لا خلاص بقى ما خلاص يعني اتنزلت. انا بس ده قرار صعب قوي فكره ان انت يكون بقالك كتير في وظيفه معينه وتتخلى عنها علشان حلم برضو ممكن يكون مضمون او مش مضمون. بس اكيد انت اتخليت عنها لما لقيت نفسك ان انت ابتديت تنجح وابتدى الجمهور يعرفك. ما يعني ما بقى الخطوه دي كانت غلط في وقت من الاوقات بالنسبه لي وخصوصا ان احنا جينا دخلنا على كورونا. يعني كورونا دي كانت كل الناس قاعده في البيوت طبعا. فانت الشيء الثابت بالنسبه لك مش موجود وانت مش متوقعه ان ده هيحصل ولسه انت بتقولي الف ب. بس انت عارف في دنيا الفن والفنون في ناس كتير جدا كانت فتره الكورونا فتحت خير عليهم وعاد الناس كلها في البيوت خلاهم ما بيشيلوش عينيهم ولا ايديهم من على اجهزه الموبايلات والحاجات اللي زي كده. ففي ناس كتير قوي ما اتشافتش زي ما اتشافت فتره كورونا. هي فتره دي يعني ميزه قصدي. وكانت في الفتره دي كمان التيك توك ابتدى يشهر ناس الناس ابتدت تشتغل على الحته دي. بس انا بالنسبه لي ما يعني اللي هو انا كنت مخطوف باللي حاصل. يعني اللي هو لا انا مش هعمل ده انا خليني مع ربنا الفتره دي احنا رايحين فين. فجيت بعد كده بقى يعني اول حاجه بقى في فتره كورونا عملتها كانت الاغنيه بتاعت اسياد افريقيا. عملتها ببص لقيت الاغنيه نزلت وبتشتغل في الشارع ومع كله مناسبه للماتشات بتاعه الاهلي الاغنيه بتشتغل والناس بترقص عليها في الكافيهات وبتاع. هي اغنيه حلوه قوي فعلا. ومن ساعتها بقى ابتديت ان انا اتحط في الحته دي. ان انا يعني انا مطرب بس ده المطرب الاهلاوي. ودلوقتي في اي استفتاءات في اي مهرجانات في اي حاجه جمهور الاهلي بيخش يحطني الاول. طب انت التصنيف ده مش بيزعجك؟ مش شايف ان انت طبعا شرف كبير لاي حد ان هو اسمه يقترب من النادي الاهلي. بس انت اكيد بيبقى عايز يكون ليك اغاني مختلفه اغاني رومانسيه يعني. أيوة ليه؟ نوعيات مختلفه من الاغاني. انت صنفت في ان انت مطرب الاهلي وبتعمل اغاني كتير للاهلي. هي القصه كمان مش ان انا صنفت ان انا بعمل اغاني الاهلي ده انا كمان بقيت اعمل اغاني دفاع عن الاهلي. يعني في حاجات حته تانية مش هنتكلم فيها. بس انا في الحته بتاعت الغنى لا انا شغال فيها اللي هو ليا شغلي الاغاني الرومانسيه الاغاني الدراما. بس هو الجزء المتعلق بغناك للنادي الاهلي مفيش شك ان النادي الاهلي مساعدك في ده كتير بانجازاته طبعا. لا الاهلي اي حد بيراهن عليه كسبان طبعا. يعني طبعا. انا داخل استفتاء معايا نجوم كتير جدا وفارق مثلا بحوالي 80,000 صوت. جمهور الاهلي 80,000 صوت. جمهور الاهلي في ظهرك. حد قال لي يا جماعه ادهم علي داخل في بيدج من بيدجات الاهلي ادهم علي داخل في الاستفتاء الفلاني. انا نايم صاحي الصبح انا رقم واحد على اسماء. يعني ما هو ده انت ما يزال ده جزء من عظمه جمهور النادي الاهلي. ما هو داعم بالمعنى الحرفي. اي حد بيراهن على النادي الاهلي كسبان. ده حرفيا في لعب كوره في يد طبعًا، في طايره في سله في اي حاجه. اي اقول انا اهلاوي يعني اقول انا راجل بنتمي للكيان خلاص انت في حته كويسه. اعرف ناس بدون ذكر اسماء جه عليهم وقت هم مش متشافين ابتدوا ينضموا لحته الجمهور رجعوا تاني. ده ممثلين وفنانين يعني رجعوا تاني. فالاهلي لا الاهلي في حته تانيه. جديدك ايه بقى الفتره اللي جايه ان شاء الله؟ عندي ان شاء الله بجهز البوم بعد يعني في الفتره بتاعت بعد العيد دي هنزل منه اغنيه سنجل اسمها نسيت نفسي. وفي حاجه تانية اسمها قول لي مالك وفي حاجه اسمها يا ليله بيضه. يعني حاجات في الالبوم. ممكن اسمعك حته من نسيت نفسي. يعني ممكن نقول حاجه من نسيت نفسي. يلا بينا. طبعا يا ريت. هي كلمات محمود شافعي والحان وليد سامي. في حبك كنت غلطان بجد فعلا ندمان. انا كنت متمسك بوهم وحد ملوش اصلا امان. نسيت نفسي وكالعاده عشان بهتم بزياده. يا ريتك كنت تستاهل دلوقتي هتدوق الحرمان.
إحساس ومات خلاص وعدى وقته كله ماضي، بقى قلبه فاضي علشان بجد تعبت من كتر العذاب. حاجة كده يعني. طيب أدهم، أنت قلت إن أنت كنت بتلعب كورة، بتحب الكورة، فأنت مشجع أهلاوي كده كده من صغرك. الفنانين احنا دايما عارفين عنهم ان هم بيتمتعوا بثبات انفعالي كده وهدوء، دايما لما حد يكون كده دماغه يعني عارف اللي هو دماغه كبيره كده يقول لك ده فنان قوي في نفسه. التشجيع بقى، تشجيع النادي الاهلي، اكيد تشجيع النادي الاهلي بيبقى مختلف بالنسبه لك، اكيد ما الهدوء ده كله نحطه على جنب وبيبقى فيه وش تاني بقى للفنان. يعني انا هقول لحضرتك على حاجه، انا دايما بروح الاستاد في الماتشات اللي هي المصيريه والمهمه. ليا مواقف كتير جدا في الاستاد صعبه مع الناس اللي يعني انا ما بقعدش بقى لا مقصوره ولا اولى ولا الكلام ده الا في حالات معينه لما ببقى تعبان، انما انا على طول في الثالثه. الثالثه ما فيش مكان في الثالثه، والثالثه متقفله، انا في الثالثه. جمهور الاهلاوي الاصيل طبعا جدا يعني. ف لا عايزه يعني مش عارف اقولها ازاي، طول ما الجمهور في المدرج فرقتك بخير. سواء منتخب او النادي الاهلي طبعا، او سي اي نادي من الانديه المنافسه طبعا، في اول الحلقه طبعا، يعني طول ما الجمهور في المدرج ومال المدرج الفرقه بخير. وانت في المدرج بتغني لها ولا بتشجع بس؟ لا ما انا ما بركزش غير اني بشجع وبطلع صوت رايح، ممكن اقعد بعدها اسبوع ما بنزلش شغل، ما بعملش حاجه، مش قادر اتكلم. جمهور الاهلي حضر معانا طبعا، اللي احنا كلنا منهم الحقيقه، اعظم جمهور في الكون. لما بنقول انه النادي الاهلي اعظم جمهور، هو فعلا اعظم جمهور في الكون طبعا، دي حقيقه. من يعني من الحاجات الطريفه اللي حاصله، الاغنيه بتاعت في الوقت الصعب اللي منفذ الكليب عليها هنا في القناه بالصدفه، هم جايبيني وانا في المدرج اصلا في قلب يعني هم انا مش منفذ حاجه، انا بعت الغنوه وهم نفذوا الكليب عليها، فجايبيني وانا في المدرج في قلب الاغنيه. حلوه دي دي ما طبعا، وانا ما يعني انا ده اقل حاجه ممكن الواحد يقدمها للنادي الاهلي، لاني انا فرحتي في النادي الاهلي. النادي الاهلي ونورتنا النهارده في قناه النادي الاهلي، وانبسطنا جدا بوجودك معانا النهارده، وبتمنى لك كل النجاح يا رب. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وكل الاهلاويه بخير. انت طيب وبخير. طبعا احنا دلوقتي هنروح لفاصل ونرجع لكم بعد الفاصل عشان نستكمل بقيه فقراتنا الحواريه في الاهلي في رمضان.